السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صافا مي فيديو جديد. واليوم كيف ما شفتوا في العنوان 10 معلومات قد لا تعرفوها عن ليفاي. فيب قبل ما يبدأ الفيديو كنتمنى دابا تنزل وتحط لايك وتابعونا في القناه، فنخليكم الفيديو. المعلومة الأولى اللي هي عمر ليفاي 30 سنة والوزن ديالو 65 كيلوغرام والطول ديالو 160 سنتيمتر، هي كيف ما كنقولوا حنا 160. فيب. والمعلومة الثانية اللي عندنا اللي هي أن ليفاي كيبغي أي حاجة سميتها النظافة، يعني حاجة سميتها النظافة كيحماق عليها ليفاي. فيب. والمعلومة الثالثة اللي عندنا اللي كتقول بلي ليفاي كينعس ساعتين في النهار فقط، واللي كيقول عاوتاني بلي ليفاي كيفضل ينعس على الكرسي على أنه ينعس على السرير، فتقدر تقول هذه معلومة غريبة شويخة. والمعلومة الرابعة كتقول بلي هبطة العنق اللي عند ليفاي هي من بقايا ثياب أمه. فيب هاد المعلومة غادي تأكدوا منها إن شاء الله في الجزء الرابع في الجزء الثالث من أتاك أون تايتن، فغادي نشوفوا إن شاء الله يبينوا الأم ديال ليفاي، فغادي تأكدوا من المعلومة. المعلومة الخامسة اللي هي فصيلة دم ليفاي هي أ. والمعلومة السادسة اللي كتقول بلي الشراب المفضل ديال ليفاي اللي هو الشاي. فيب ما عرفتش علاش ديما كنقول فايب ومهمش نقول ليها. والمعلومة السابعة اللي كتقول بلي اللون المفضل ديال ليفاي هو الأبيض، فالدليل ديالو هو أنه ربطة العنق ديالو في اللون الأبيض. فايب. والمعلومة الثامنة اللي كتقول بلي تم إجراء تصويت على أفضل شخصية في الأنمي وليفاي كان الفائز، فبالتأكيد ليفاي هو اللي غادي يكون فاز، حيت أنا بالنسبة لي أحسن شخصية في هجوم العمالقة اللي هي ليفاي. ما عرفتش يعني هاد التصويت ما عرفتش غادي يكون بالنسبة لكاع الأنميات ولا غير أنمي هجوم العمالقة، فأنا بالنسبة لي ليفاي هو أقرب شخصية. والمعلومة التاسعة اللي عندنا اللي غادي تكون تقريبا كلكم لاحظتوها، اللي هي مؤدي صوت ليفاي هو نفس مؤدي صوت لاو ومؤدي صوت ياتو. والمعلومة العاشرة والأخيرة اللي كتقول بلي أن ليفاي ما ابتسمش ولا مرة واحدة في الأنمي، فيب نقدر نعتبره بلي هو شوية جاد في الأنمي ماشي بحال ساسكي، ولكن ساسكي يقدر يكون يعني ساسكي كيبتسم بزاف ديال المرات في الأنمي ماشي بحال ليفاي اللي ما ابتسمش ولا مرة واحدة بس. فيب فيب هنا وصلنا هذه الفيديو، كنتمنى بنساوش لايك سبسكرايب كومنت شير، وكنتمنى تقدروا التعب ديالي وتحطوا لايك وتتابعونا في القناة باش يوصلكم كل جديد. فيب مع السلامة. Peace.